قال وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود عقب لقائه سمو أمير البلاد بصحبة النائب يعقوب الصانع أنهما عرضا على سمو الأمير المؤتمر الوطني للتشريعات التكنولوجية والمقرر إقامته في شهر يونيو المقبل، والذي سيقام تحت رعاية سمو أمير البلاد. تشرفنا اليوم مع أخي النائب يعقوب الصانع بمقابلة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، لعرض على سموه المؤتمر الوطني للتشريعات التكنولوجية والمزمع تنظيمه خلال شهر يونيو القادم. وقد يعني تفضل سموه مشكورا بقبول رعاية هذا المؤتمر المهم لوضع الأسس لنقلة تشريعية في مجال التكنولوجيا. فعلا كنا في أمس الحاجة لها، وهي التشريعات الإلكترونية والتشريعات التكنولوجية اللي تضع آلية لقطع الدورة المستندية اللي هي الآن موجودة وتكون في مسارها الصحيح بما يتفق مع قانون خطة التنمية وبما يتفق مع كل التشريعات الحديثة اللي لطالما كانت موجودة في الأدراج في السنوات السابقة.